منيحة تهز على الراس، والحماية اللي عطلة تكركرونا يا ناس حماتي. أصدقائي ربي يسعدكم، جبت لكم قناة لسبب صغير مع أطعم الجنين عسل، بيحكي ثلاث لغات وبيعمل مقابلات مع المشاهير. شوفوا، عرفنا عن نفسك ومتى جئت إلى تركيا؟ أنا نور الدين مرندي من سوريا، عمري 20 سنة وجيت على تركيا تقريبا من 3 سنين ونص. أحكيها بالفصحى، جربني. طب خلينا نجرب، أوكي؟ أنا نور الدين من سوريا وأتيت إلى تركيا منذ 3 سنوات ونص. كم تكسب من اليوتيوب؟ يا محمد خلاص. رابط قناته تحت بالوصف، وكالعادة كتبوا لهم بالتعليقات نحن اخوة اوراد الابطال، وطبعا انتو قدة وقدود. يلا خلونا نروح نشوف الحلقة مع بعض. باي. شاهدتم في الحلقة السابقة من مسلسل الحماية والكنة. وزري كنتك شو عم تعمل؟ كنتي مضيت انا وصخير. روحي جوزي ابنك وتجيبي له ضرة، بتلاقيها صارت مثل الالف. لك حاولت اكثر من مرة بس ابني دندوت ما له رأي. خطبي له مروة بنت ام سطيف. لك بنت ام سطيف جدبة ما عندها عقل. ايه صح، بس هالجدبة ورثت ملايين من عمها اللي بامريكا. اسمعي احمد، انا ما بتحمل مرتك بنوبها. ايه صغير شو صغير؟ ما صغيرتي، بدي ادوزك. نقلت ايه نقلت لا، فهمت؟ ارجع انا بدي اخطب لك مروة بنت ام سطيف. هالجي انا مالي موافق. بس انا موافق احمد. والله بالصيف راح على السوق حتى تبدل لي الكيلوت. كيلوت شو؟ امبارح اشتريت كيلوت عن طريق مبخوش، قلت له روحي بدلي انت، انا بغجى. قومي امي قومي. اقعدوا لا. أمي عزيزة إن أخي مدني؟ راس ولاد؟ راس؟ بنتي ما هي مجنونة، بنتي بتحب المزح مثل أبوها، يعني مثلي. بنتي هذا هو عريسك الدبشو، فيه إذا عجبك نجوزك إياه، وإذا ما عجبك نقلع هو وأمه. شو الكلام مصطيف؟ قاعد انت علي الزوق. رسيم أحمد، نحن أهل العروس ونحن لازم نتشرط عليكم. إيوه. أمي حبيته ودي أتدوته. ماشي تكرمي بنتي، قوم صغر، قوم خد عروستك روح عليك. يلا مبروك. طيب هو بلك أوزي الخطبة بعدين عرس. يا محمد نحن معنا هيك عادات. يلا صهري خد عروستك وروح على بيتكم. يلا توكل على الله. طب عاشي اللي ايه شو عليه؟ انا بكتبه، يعني هي شغله صعبه. بنتي قولي له لهالجحشاده، قولي له انا قبلاني اصير مرتك، قولي له. قبلت اصير زرتك. ايوه برافو عليكي. قوم سهر، الله هيك صارت مرتاح نظامي، كتب كتابكم، انا كتب. بحبك. طيب شو بدك يا احمد؟
ليش هيك متخبره ما في رجال غير ابني؟ يا ابوي ليش بدك تعي مو رجال؟ مو رجال ابني؟ مو صحيح؟ لك مو مشانه يا طشمي مو مشانه. بجوز في كاميرات وتصوير هيك شغلي انا جوزي بغار علي كثير او صيف غيور كثير. خلصيني من المصيبة. أمي اصبري شوي، هي كم يوم تأخذ الورطة وبالطلقة. الله يسامحك يا أمي على الورطة. اسكت الله ويلتقي بعرسك. لك يا سباي شو بكل شيء قاعدين؟ لك احنا بعرس بعرس مو جنازة. شوف هاي عروسة ما أحلاها مثل القمر، هاي عريس ما حلو كتير. قوموا رقصوا يلا قوموا يلا. درختي 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 درختي. اليوم عرس بنتي قويها وبنتي احلى من كنتي. ايش عندك كني من الصيف؟ لا بس اخرسي انتي قويها وقالوا ما رح تتزوجي قويها وهلا عروس صرتي. قويها واليوم انا عروس قويها وتزوجني واحد داموت قويها وانا حبيتك يا غلطي وقويها اكثر من الباق والناموس. قويها والليلة ليلة صيف قويها وانا بحب كل زاير وكل ضيف قويها واوضاعنا رح تتغير قويها معي عروستنا وما ام الصيف. قويها والله غصب من عني قويها حتى امي ما تزعل مني قويها كل كم يوم بيعدوه امي هذا دوجي قويها وخليك عالي ومزني. يعني شو قصده ام احمد؟ يعني كتير بحبها يا بنتك. يخرب جاش او تنحب يا صهري. قويها ريتو يا دوزي ألف مبروك قويها بدك تحلى يا بسمسم ورس معروك قويها وريتك تتهنى مع مروة قويها ونهاية الصالوك للصالوك. يا بنات انت شو قاعدة عم تستنوا؟ خلص العروس أبوي. إذا قاعدين شان ضيفات ضيفات لا تستنوا على الفاضي. أهل العريس معفنين معفنين تماما. لا يا ام الصيف شو هالكلام؟ فيا يا محمد فيا بعرف الديون عم تزرب لكم زرب حكالي السمان ابو عادل. حماتي انا ما بسمح لك هي اسرار عائليه. خلاص ولاد خلاص. ولي مو هذا صوت عمي ابو الصيف؟ ايه صوته صوته الله يحميه له هيبي ابو الصيف. شو جاب صوته لهون؟ بالبيت بالبيت هو بس انا فاتحه التليفون
فاتحه التليفون وهو عم بيسمع عنده بالبيت. زكا زدودي بحبك. انا حبيتك دودي حبيتك. ماما مين ضربني كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف سألني؟ أنا ليش هيك عملت فيني؟ أنا اللي عملت فيك؟ ولا أنت بدك تجيب لي ضرة؟ لا يا حنون، أنا بدي أجيب لك ضرة؟ أنا؟ إيه أنت؟ لا مو صحيح، أنا قلت لأمي ما بدي أتدوز، بس أنت قلتي موافقة. يعني إذا قلت موافقة، أنت بتتدوز فورا؟ حنان، اللي بدك إياه بعمله، أنا مستعد هلا أطلع مروة. وشو ذنبها هالمسكينة شو ذنبها؟ لك شو بعرفني؟ كل الحق على أمي. يلا هانت كم يوم نصير زنقيل، راح اعمل عمليات تجميل. هاي فيها بوهبي ما احسن مني. ايه لكن بدي اطبخ لجوزي. انتبه يا تبعزية، انت خلاصي وانت عمي. بعرف حبيبتي، هاي بتحكي معي هيك. انا حماتك. انت حماتي؟ ايه حماتك. طز بدكم شي؟ انا رايح على الشغل. لا ابني، ما بدنا غير سلامتك. انا بدي شوكولاته. شوكولاته؟ ماشي رح اجيب لك شوكولاته. بحبك دودي. يلا خاطركم روح يا دودي، الله ياخذك. يا مروة ما بترتدي على دوزك، فهمتي؟ لك لا، عم بقول الله يخدع الصغر يا طزمي. شوفي حماتي بتقدري تعملي هيك؟ الله لا يوفقك بعشتية. حماتي أنا بحبك. قديش بتحبيني؟ بحبك كثير قد الحمار. لك يخرب بيتك، فعل منافذ سعد. زوي حماتي هيك صارت محلها. حماتي بتحبي المحشي؟ ايه بحب المحشي. ليش؟ بدي احكيكي. هيك أحسن، حتى بحياتهم ما يفكروا يجيبوا لي ضرة. حتى يكون درس لأحمد أول ما يكون درس لحباتي. زرتي حباتي بيتي. شو؟ أحداث شيقة في الحلقة القادمة من مسلسل الحماية والكنة، انتظرونا.